ملك ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي تظهر لأول مرة. لن تصدق من هي ابنتها الفنانة المشهورة جدا، ستصدمكم حتما. دائما ما يقولون أن ابن الوز عوام، للدلالة على الأبناء يرثون الكثير من والديهم، فمنهم من يرث الشبه ومنهم من يرث المهارات والمواهب. فالقاعدة أن يشبه الابن والديه على الأقل في شيء واحد، بل أن ملك ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي ورثت الاثنين معا. ملك عوض ابنة الفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي كانت مثالا كبيرا على حقيقة هذا المثل، ففي لقطة نادرة ظهرت ملك في بؤرة الأضواء خلال ظهورها مع والدتها رانيا فريد شوقي في أحد عروض الأزياء، وهو ما جعلها مسار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجمالها والشبه الكبير بينها وبين والدتها، إذا يمكن القول إنها نسخة طبق الأصل من والدتها رانيا فريد شوقي. نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جديدة لها برفقة ابنتها ملك عوض، وذلك خلال حضورهما عرض أزياء الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى داخل القاهرة، وخطفت الأنظار ابنة رانيا فريد شوقي إليها في أول ظهور لها بسبب التشابه الكبير بين الأم وابنتها، وهو ما أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، ونالت الصور إعجاب متابعيها التي أبدوا بإعجابهم معلقين البنت حلوة لأمها. ملك عوض دخلت عالم الشهرة من باب الأزياء، إذا تعمل كعارضة أزياء وتحمل في ملامحها الجمال المصري الأصيل، فيما تتسم بالحداثة في إطلالتها وأسلوبها في ارتداء الأزياء، وهو ما يظهر عبر الصور التي تنشرها عبر حسابها بموقع الصور الشهير إنستغرام، إذا تحظى بأكثر من 500,000 متابع عبر حسابها. واستطاعت ملك عوض حفيدة الفنان الكبير الراحل محمد عوض وابنة عاطف عوض زوج رانيا الأول لفت الأنظار إليها، وتصدرت الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة لطيفة جمعتها بوالدتها خلال أحد عروض الأزياء في أحد الفنادق، وارتدت قميصا أبيض وفوقه فستان باللون الجملي من الجلد الأنيق، في الوقت الذي ارتدت فيه رانيا فستانا باللون الأسود، وظهرت الاثنتان متألقتان بشكل لافت.